الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قائدي أيضا أن في هذين الحديثين دليلا على قاعدة كلية عند أهل العلم أيضا، وهي قاعدة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم دليلا على قاعدة أصولية متفق عليها بين العلماء، بل هي من كليات الشريعة، وهي أنه متى ما تعارض مفسدة ومصلحة، وكانت المصلحة وكانت المفسدة أربى من المصلحة، فتأتيك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ووجه الاستدلال بالحديثين على هذه القاعدة هو أن الصيام فيه مصلحة، كون الإنسان يصوم يوم الجمعة هذا فيه مصلحة. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا؟ وفي سبيل الله أعم من كونه في الجهاد، وإنما كل من كان في طاعة فهو في سبيل الله. فإذا الأمر فضله عظيم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام فيه مصلحة، ولكن لما كان صوم يوم الجمعة مفردا وإن كان فيه مصلحة، لكن لما كانت تعارضه مفاسد وهي سد ذرائع تعظيم الزمان بما لا دليل عليه، ومن باب تقوية الناس على أداء وظائف الجمعة أيضا من الاغتسال وغيره، لأن الصائم يصيبه الكسل والفتور، فربما صيامها يفضي إلى عدم القيام ببعض وظائفها. فسدا لهذه الذرائع والمفاسد حرمت الشريعة تلك المصلحة، لأن المفاسد أعظم من تلك المصلحة، فأخذ العلماء من ذلك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.